بيكم. ميعادنا مع المحاضرة الستة من كورس اللغة الإنجليزية من البداية للاحتراف، والكورس بتاعنا عبارة عن 100 محاضرة بيؤهلك بعد 100 محاضرة دول إن أنت تقدر تخش تويفل أو تاخد كورس صغير للأيلتس وتخش أيلتس. تمام. إحنا خدنا 5 محاضرات قبل كده ودي المحاضرة السادسة. الكتب بتاعتنا اللي احنا بنشرح منها من جامعة كامبريدج، في جزء الفوناتكس وكمان عندنا جرامر وعندنا فوكابلرز. طيب في الفوناتكس طبعا بتعلم ازاي ننطق، وناخد الدرس بتاعنا النهاردة هناخد طبعا احنا للناس اللي هي متقدمة شوية في اللغة الكلام ده بالنسبة لها مش قليل، لان هم هيكتشفوا ان في حاجات كتيره جدا مش عارفينها، على الاقل في بعض الكلمات اول مره يشوفوها. طيب نبدا مع بعض. هناخد النهارده حرف الاي لما يجي مع حرف الان بننطقه ايه؟ ان زي كلمه pen. وهناخد الاي جي والاي تي والاي اكس. نبدا بالاي ان، وطبعا الكلمات المهمة دي المفروض ان احنا بقى عارفينها ونحفظها كويس. pen i n يعمل صوت n، pen يعني دبوس. fin معناها زعنفة او اللي هو النهاية، معناها نهاية برضو، خلي بالكو fin معناها نهاية او زعانف او اطراف يعني. بين يعني سلة مهملات أو سلة يعني عامة. بين وين طبعا يفوز. هنا خلي بالنا من بين وبين، بين. تمام. يجي بعد كده صوت الحرف الاي جي. الاي جي بننطقه اج زي كلمة فج. فج يعني ايه؟ تين. ويج في ناس كتير ما تعرفش الكلمة دي، ويج يعني باروكة. تمام. بيج يعني ايه؟ ضخم. ديج يحفر. تمام. نيجي بعد كده بصوت الاي تي. ات والاي اكس بالمره تبقى اكس. ناخد الاي تي والاي اكس. اي تي زي كلمه بيت يعني ايه؟ نوايه الخوخ، اسمها بيت. وبيت كمان معناها حفره او فجوة. بيت هيت يعني يضرب. سيكس اللي هو ايه؟ رقم 6 طبعا. ميكس يعني يخلط او خليط. تمام كده نكون خدنا الاي ان والاي جي والاي تي والاي اكس. هنا زي ما متعودين ناخد شورت ستور صغيرة كده. I can يعني استطيع. I can rip it يعني ايه؟ يصطادها. تمام. with this pin بالايه؟ بالشبكة. هي كلمة بين معناها سلة ومعناها شبكة، خلي بالنا، ومعناها كمان دبوس يعني فيها كذا حاجة. تمام. كلمة بن اللي هي بالبي الخفيفة معناها ايه؟ سلة. نفكركوا تاني اهي. والبي تقيلة، بي معناها دبوس وكمان معناها شبكة. بي اي ان معناها شبكة برضه. تمام. بقول لك I can rivet with this pen. help My fin is in a net.
help يعني مساعدة، لما تطلب مساعدة حد help help my friend يعني الزعنفة بتاعتي is in a net. is in a net يعني موجودة فين؟ الشبكة. net يعني ايه؟ شبكة. تمام؟ thank you now I can win. now I can win دلوقتي اقدر ايه؟ افوز. I can hit اقدر اضرب او اخبط. I can dig under the net. I can dig under the net اقدر احفر ايه تحت الايه الشبكة. I can dig under the net. طبعا في slight words كلمات جميلة. help يعني مساعد، يساعد. under يعني تحت. thank يعني يشكر. now يعني الان. كل الكلمات دي اللي طبعا الناس اللي مش عارفاها لازم تحفظها كويس جدا. help كل ما تحفظ كلمات اكتر كل ما يبقى عندك ثراء لغوي اكتر. ويا ريت نحفظ الكلمة من خلال الجملة. يعني الجمل اللي احنا شايفينها دي طبعا جمل بسيطة جدا، تقدر تحفظ الكلمات البسيطة دي من خلالها. يعني حاول على قد ما تقدر الكلمة تحفظها، تحفظها من خلال جملة، يعني تحفظها وتحطها في جملة في نفس الوقت، او تحفظها بالجملة بتاعتها اللي انت اصلا ايه درستها دي. ايه بعد كده معادنا مع الكورس الفوكابلريز. وكورس الفوكابلريز دي مش مجرد كلمات، لكن in use. English vocabularies in use. in use يعني ايه؟ يعني في الاستخدام. يعني انا بجيب لك الكلمة نفسها في جملة في استخداماتها في حياتنا اليومية في العموم عامة. يعني ما يعني كل كلمة هتعرفها معانا لازم تقدر تتكلم بيها وتحطها في جملة، مش مجرد ان انت تحفظ كلمات وخلاص. طيب تعالى الموضوع بتاع النهاردة health and illness. health اللي هي الصحة and illness illness اللي هو المرض. تمام؟ طبعا الكلمات بتاعتنا بتختص ب health and illness. وأول حاجة معانا how are you today. how are you today يعني كيف حالك اليوم. جملة طبعا كل الناس لازم تبقى عارفاها. how are you today. how are you today طبعا ده سؤال الإجابة بتاعته. لما حد يسألك how are you today كيف حالك اليوم، أو أنت تسأله، المفروض الرد بتاعها يقول إيه؟ I am very well. أنا كويس جدا. thanks شكرا. I am very well. very well يعني إيه؟ كويس جدا. كلمة well يعني جيد، و very يعني جدا. تمام؟ أو I am fine. fine يعني إيه؟ كويس برضو. thanks I am fine thanks. أو I am very well thanks. أو thank you. تمام؟ طب لو انت مش كويس هتقول ايه؟ I don't feel very well. I don't feel very well يعني انا حاسس مش حاسس ان كويس. I don't feel feel يعني يشعر. I don't feel very well انا مش حاسس ان انا كويس. I must go home and rest. I must go home and rest. go home يعني يذهب للمنزل. and rest وايه؟ يريح. I will probably be okay tomorrow يعني انا عايز اقول لك انا مش كويس، حاسس ان انا كويس، فمعنى كلامي اللي انا قلت اروح البيت واريح، انا معنى كده ممكن ابقى بكره كويس يعني. او تقول I feel ill. I feel ill يعني انا حاسس ان انا ايه؟ عيان. I feel ill. يبقى how are you لها اجابات كتيره جدا. I am very well thanks. I am fine thanks. I don't feel very well لما تبقى تعبان خفيف. I feel ill لما تبقى حاسس ان انت عيان. Can you get a doctor please? Can you get a doctor please? تقدر تجيب دكتور. get a doctor يحضر دكتور او يجيب دكتور. Can you get a doctor please? Can you get a doctor please? طبعا perhaps it's a serious problem من الواضح ان هي ايه حالة خطيرة. That fish was bad. I think I am going to be sick. I want to vomit يعني vomit يعني يرجع يعني. هو عايز بيقول لك ان هو اكل سمك فبيقول ايه that fish was bad. السمك ده كان وحش جدا. I think I'm going to be sick انا حاسس ان انا بقى ايه مريض. تمام؟ sick يعني مريض و ill يعني مريض. طب ايه الفرق ما بين sick و ill؟ طبعا ال بنقولها
لما يكون حاسس بمرض معين فيزيكال حاجه في الجسم يعني. لكن سك بتبقى دايما عاده بيبقى معاها ترجيع او اكل غلط او في مشكله في المعده او واخد برد، فده بقول عليه سك. لكن ال في مرض محدد يعني، تمام. فعاده سك بتبقى متداوله مع لما يكون في فوميت، لما يكون في فوميت عايز يرجع ولا حاجه، تمام، ده بنقول سك. لكن ال مريض بمرض معين، تمام. everyday problems في طبعا مشاكل يوميه تحصل كل يوم في الصحه عامه يعني، حاجات متداوله زي headache يعني صداع. have you got an aspirin؟ have you got an aspirin؟ I have got a headache. يقولك هل انت معاك aspirin؟ انا aspirin اللي هو الاسبرين طبعا او الشم صداع يعني. I have got a headache. I have got a headache. كلمة headache معناها صداع، تمام. I have got يعني أنا عندي بشعر بشيء. I have got a headache. ممكن أقول I have got a toothache. Toothache يعني ألم سنان أو صداع في السنان يعني. Toothache مع كلمة ايك يعني ألم أو صداع. headache ألم في الرأس. toothache ألم في الأسنان، تمام. I have got toothache. I need to go to the dentist. dentist يعني ايه؟ dentist اللي هو طبيب الأسنان. I have got toothache. I have got a headache. يبقى كلمة I have got يعني أنا عندي أو toothache أو headache. I need to go to the dentist. I need to go to the dentist اللي هو طبيب الأسنان. I'm going to bed with a hot drink. أنا رايح للسرير ومعايا إيه؟ hot drink. hot drink يعني مشروب ساخن. I have got a cold. هنا يبقى هنا لما احس بالم او يبقى عندي حاجه بشتكي من حاجه يقول لي I have got a cold. I have got a toothache. I have got a headache. cold يعني انا حاسس عندي برد. I have got a cold يعني انا خدت ايه؟ برد، تمام. problems people have for many years. في مشاكل في الصحه الناس بيبقى عندهم ايه؟ لسنين طويله. all their lives أو في حياتهم كلها. problems people have for many years all their lives. زي مثلا يقول I get hay fever every summer. hay fever اللي هو بيسموها بالعربي حمى القش، أو اللي هي الحمى اللي بتيجي في أوقات الربيع. طبعا الربيع عندهم غير الربيع عند غير السمر يعني، فهي عندنا احنا في الحمى القش دي بتيجي في الربيع، عندهم بتيجي في الصيف اللي هي عاده تغيير الجو يعني. I get hay fever every summer. كل ايه؟ صيف. hay fever يعني حمى ايه؟ القش. from flowers and grass. طب حمى القش دي بتيجي منين؟ بتيجي من الزهور بتاعه الايه؟ الفلاورز والعشب عاده، اللي هو تغيير يعني. شفت في الربيع لما بيتجدد العشب والزهور بتطلع وبيطلع طبعا معاه روائح، فبيجي له بيسبب لبعض الناس طبعا قليلين جدا حاجه اسمها هي فيفر او حمى القش، تمام. I sneeze all day. sneeze يعني ايه؟ sneeze يعني يعطس. I sneeze all day طول اليوم. I sneeze all day. My little brother has asthma أو أزمة. Sometimes he can't breathe. الأزمة أو الأزمة دي اللي هي الرب. طب إيه؟ مرة بقول أزمة ومرة بقول أزمة ليه؟ في البريتش الإنجليز بينطقوها أزمة، لكن الأمريكان بينطقوها أزمة، تمام؟
يعني اس تي اتش في البريتش بنطقها على بعض س، لكن الامريكان ز، ازمه اند ازمه. كانت بريز طبعا هو في البريتش، طبعا احنا عشان بيزنس بريتش، وطبعا الفرق ما بين البريتش والامريكان في بعض الكلمات قليله جدا، يعني الناس ما تتقدش ان دي حاجه ودي حاجه، لا هما الاثنين واحد الامريكان والبريتش، لكن الفروق في بعض الكلمات وبتبقى محدوده جدا وسهل جدا ان هي تتاخد في الكورس عموما كده. كل ما نلاقي حاجه فيها بريتش وامريكان هنقول عليها. اسما اللي هو الرب، تمام. في كمان illness in hot tropical countries، في امراض بتيجي في الدول الحاره، تمام، او دول الغابات. illness in hot tropical countries. عندنا طبعا حشره اللي هي الموسكيتو، الموسكيتو اللي هو ايه، تمام، الناموس. الموسكيتو دي بتسبب بعض الامراض. In some countries mosquitoes can give people malaria. ملاريا اللي هي الملاريا، ملاريا can give people malaria. ملاريا في بعض الدول طبعا الحاره بيبقى فيه طبعا ناموس ودبان، وهو بينقل مرض اسمه الملاريا او الملاريا. كمان في the drinking water was bad، ميه الشرب، drinking water دي اللي هي ميه الشرب يعني، was bad، سيئه. and many children had cholera. cholera اللي هي مرض الكوليرا، تمام، ده بيجي من الميه الملوثه. عندنا ملاريا وكوليرا، تمام. في كمان serious illness يعني امراض خطيره. every year cancer kills many people who smoke. الكانسر بيقتل العديد من الناس اللي هم بيدخنوا. cancer طبعا اللي هو السرطان. cancer ده طبعا serious illness. نخلي بالنا في ملاحظه، ما ينفعش اقول مثلا my father had a heart attack. heart attack يعني اللي هو ايه، ازمه قلبيه. not got a heart attack، not have got، يعني مع الheart attack بنقول ايه، had او have heart attack، لكن ما ينفعش have got او has got او ايه او had got، تمام. اقول ايه، my father had a heart attack يعني كان عنده ازمه قلبيه. had a heart attack عطو مش had got، تمام. expressions بعض التعبيرات المهمه. expressions يعني تعبيرات. do you have a healthy diet؟ الدايت يا جماعه، الدايت معناها مش ان انا بعمل تخسيس، كلمه دايت معناها نظام غذائي. عشان كده healthy diet يعني نظام غذائي صحي. healthy diet نظام صحي. في دايت بس مش صحي، يعني في نظام غذائي بس، فاحنا واخدين كلمة دايت ان انا ايه بعمل تخسيس، لا، كلمة دايت معناها نظام غذائي. ففي healthy diet و unhealthy diet. healthy diet اللي هو نظام غذائي صحي، تمام. do you have a healthy diet يعني هل انت ماشي او عندك نظام غذائي صحي؟ yes، ايوه. I eat lots of fruit and vegetables. انا باكل كتير من الفاكهة والايه والخضار. lots of fruit and vegetables. do you exercise هل بتتمرن؟ do you exercise، يبقى احنا عندنا في بعض الجمل زي ما هي كده المفروض نبقى عارفينها. do you exercise، do you have a healthy diet. yes، do you exercise. yes، I like swimming، jogging and cycling. jogging يعني الركض او الجري، swimming طبعا السباحة، cycling اللي هو ايه ركوب العجل. they are really good for you. they are ايه good for you. good for you يعني كويس بالنسبة لك. good for you بعض الاكسبريشنز مهمة اهي. good for you. I feel stressed يعني انا حاسس ان انا مضغوط، انا بشعر بالضغط، عندي ضغط، يعني مش عندي ضغط، انا حاسس ان انا مضغوط نفسيا.
I feel stressed. I feel ايه؟ I feel stressed. Do you? You need to relax. You need ايه؟ To relax more and don't panic about work. You need to relax يعني انت لازم ايه؟ تريح. انت محتاج ان انت تستريح. Relax يعني ريح. More اكتر and don't panic. Panic يعني ايه؟ يخاف او يبقى عنده ذعر او يهلع. Panic. Don't panic about work. ما تخافش على ايه؟ على الشغل. Don't panic. تمام؟ ناخد exercises على الحاجات اللي احنا خدناها دي في الفوكابوليز. Complete the dialogue. How are you today? طبعا انا جاب تحتها very well. Thanks. او I am fine. Thanks. او I feel not good. زي ما احنا خدناها. Are you okay? No. I don't feel very well. طبعا لو حد عنده إجابة مختلفة هتلاقي طبعا في الحاجات اللي خدناها. Would you like to use the bathroom? Yes. Yes, thank you. I space. طبعا دي محادثة ما بين A و B. I قال له حاجة. I'll get a doctor. Oh, thank you. I feel more أكيد I قال له إيه؟ I feel ill. I feel إيه؟ ill. قال له I'll get a doctor. قال له oh, thank you. شكرا. طبعا قال له هنا حاجة. Here is the dentist phone number. Thanks. يبقى هنا أكيد قال له إيه؟ I have got a toothache. I have got إيه؟ A toothache. I have got a toothache. يعني أنا عندي ألم في السنين. قال له here is the dentist phone number. ده رقم تليفون الطبيب الأسنان. قال له شكرا. Your nose is red. مناخيرك حمرا. Have you got a space? Yes, have a lot to drink and go to bed early. Have you got a طبعا a cold. Have you got a cold? Yes, have a hot drink and go to the bed early. طيب match the illness in the table with a possible treatment. يعني في illness في مرض وفي العلاج بتاعه treatment بتاعه. في عندنا العلاج زي go to the dentist, go to hospital, go to bed with a hot drink. لو في headache طبعا take an aspirin. اهي لو في toothache طبعا ايه go to the dentist مع توسك. طب لو هارت اتاك طبعا قدر الله طبعا جو تو ايه جو تو هوسبيتال روح المستشفى على طول. لو في كولد طبعا جو تو بيد وذ ذا هوت درينك. جو تو بيد وذ ايه ذا هوت درينك. وات illness ار كونكتد ويز ايه المرض اللي مرتبط بدول. ا موسكيتو بايت طبعا الموسكيتو اللي هو بيجيب ايه الملاريا. تمام. Bad drink water. Bad drinking water. الماء الملوثة بتجيب ايه طبعا ايه كوليرا. تمام بتجيب كوليرا. Pollution traffic. etc. اللي هو العوادم traffic fumes العوادم والبتاع بتجيب مثلا ممكن تجيب ايه طبعا ممكن تجيب اسمة او ازمة. Grass flowers بتجيب ايه فاكرينها هاي فيفر اللي هي الحمى ايه القش. سموكينج سموكينج وسانشاين واتسترا. طبعا السموكينج التدخين بيجي ممكن يجيب ايه كانسر لا قدر الله. انسر ذيس كويستشنز يوز ا ديكشنري تو هيلب يو. طبعا جاوب على الاسئله دي لو احتاجش تفتح الديكشنري افتحه. دو يو هاف ا هيلثي دايت. هل عندك نظام غذائي صحي؟ يس yes. ممكن تجاوب الإجابة دي yes إيه ابدع بقى yes I eat lots of fruit and إيه and vegetables. تمام. What exercise do you do? What exercise do you do? إيه التمرين أنت بتعمله؟ ممكن تقول إيه I am ممكن تقول I am jogging أو swimming أو cycling. تمام. Do you often feel stressed? هل غالبا ما بتحس ان انت مضغوط؟ Yes,
I feel stressed usually, عادة مثلا. أو no, I don't feel stressed anymore. Have you ever been in hospital? هل كنت مرة في مستشفى؟ ممكن تقول yes. I have been in a hospital last year. أو no, I haven't. تمام؟ طيب، وبكده نكون خلصنا جزء الكلمات الـ vocabularies. تعال نخش على الـ grammar. والـ grammar بتاع النهاردة تكملة للمحاضرات اللي فاتت present simple question. ازاي بعمل سؤال في الـ present simple في المضارع البسيط باستخدام إجابة السؤال بتاعي بتكون ب yes أو no. طبعا نراجع مع بعض الـ positive والـ question. طبعا في الجملة في الـ positive قلنا المضارع البسيط بيتكون من الفاعل طبعا والفيرب والفعل. الفعل متضاف له اس لما معاه هي وشي وات، ومش بيتضاف له حاجه مع اي وي وزي. يعني اقول له اي ورك، اي بلاي، اي دو، اي لايك، يو دو، يو بلاي، يو ورك، شي وركس، شي بلايز، ات داز، او شي لايكس، او كذا يعني. تمام. طب انا عايز اعمل سؤال، بعمل ايه؟ بجيب دو او داز. بجيب دو في الاول خالص، اول السؤال هي وداز في اول السؤال، يا اما دو يا اما داز. طب دو امتى وداز امتى؟ دو مع الفاعل لما يكون الفاعل اي وي ويو زي، وداز مع هي وشي وات. تمام. السؤال بتاعنا بيتكون لما تكون السؤال ده اجابته يس او نو، بيتكون من دو او داز زائد الفاعل زائد الفعل في المصدر، يعني مش بتضاف له اي حاجه، سواء ايا كان الفاعل ايه مش هيتضاف له اي حاجه. ليه؟ لان مع دو وداز او don't او doesn't او didn't بيجي الفعل في المصدر، يعني مع الفعل المساعد do او does بيجي وراها على طول ايه الفعل في المصدر، مش متضاف له اي حاجه خالص. فهنا do I او do we او do you او do they work play do like does he does she does it. طبعا do تيجي مع I و we و you و they، و does تيجي مع he و she و it. تمام. يعني تكون السؤال اهو قدامنا زي ما احنا شايفين، do او does زائد الفاعل بلس انفينيتيف اللي هو ايه الفعل في المصدر. تمام. ده لما يكون السؤال اجابته بيس او نو. اقول لك مثلا ايه، do you wear do you play football؟ yes i do او no i don't. تمام. does she like potatoes؟ yes she does او no ايه she doesn't. طيب لما يكون السؤال بتاعي اجابته مش بيس او نو، فطبعا بستخدم ادوات الاستفهام التانية اللي هي زي وير يعني اين، وهاو اوفن كم مره، ووات يعني ما او ماذا، وهاو ماتش يعني كم كميه. وات طبعا ايه ما او ماذا قلنا. طيب لما يكون السؤال بتاعنا باداه استفهام اللي هي طبعا اجابه السؤال مش بيس او نو اجابه عاديه، بحط أداة الاستفهام في الأول، بعد كده do أو does، بعد كده الفاعل، بعد كده إيه الفعل في المصدر. تمام. وبقيته الجملة. تمام. زي مثلا where do you work on Saturdays؟ تشتغل فين في يوم السبت، ايام السبت. طبعا اجابتها I work in مثلا in my company مثلا. how often كم مرة. what ما او ماذا مثلا، نقول ايه what do you wash sorry what ما او ماذا what do you like ماذا تحب. what do you like ماذا تحب. I طبعا I like music مثلا، او I like ايه كذا. تمام كده. تاني what do you do، ده سؤال. what do you do يعني ماذا تفعل، هو يعني تساوي what is your job، ما وظيفتك. what do you do طبعا دو الاولانية ده الفعل المساعد اللي هو do او does، ودو التانية معناها ايه يفعل او يعمل. what do you do طبعا اجابتها ايه I work كذا، I work in a bank مثلا. تمام. نفتكر مع بعض do تاخد I we you they و does
يبقى هي وشي وات ذا ولد دو ذي ميوزك دو ذي لايك ميوزك داز هي لايك ميوزك تمام. المهم في الجزء ده ان احنا نعرف نستخدم برضو الادوات الاستفهام. يبقى الجزء بتاع ادوات الاستفهام لما اكون عايز اكون سؤال بادات استفهام واجابته مش بيس او نو بقول ادات الاستفهام بعد كده دو او داز على حسب الفاعل وبعد كده الفاعل وبعد كده الفعل. ادات الاستفهام فعل المساعد اللي هو دو او داز، الفاعل الفعل وبقيه الجمله. طبعا في حاجه اسمها شورت انسرز على اجابته بيس او نو، يس يس اي دو، يس وي دو، يس زي دو، تمام، يس شي او يس هي او شي او ات داز. النفي بتاعها لما يكون نو اقول ايه؟ نو اي او وي او يو او زي دونت، ونو هي شي ات دازنت. بعض الامثله دو يو سموك، هل تدخن؟ نو اي دونت. Do they speak English? Do they speak English? هل يتحدثون الإنجليزية؟ Yes, they do. Does he work hard? Yes, he does. Does your sister live in London? No, she doesn't. No, she doesn't. تمام؟ طبعاً الأهمية إن أنا بستخدم do أو does مع كفعل مساعد بإجابة السؤال yes أو no. وطبعا ادوات الاستفهام عرفت استخدمها ازاي. طيب تعال نشوف اكسرسايزز مع بعض. You are asking somebody question, write a question with do or does. هو I work hard and you. هو هنا جايب لك جمله عايز تستخدم do or does. I work hard and you. Do you work hard؟ استخدم طبعا work hard دي. Do you work hard؟ هل تعمل بجد؟ I play tennis and you. Do you play tennis؟ I play tennis and Anne. Does Anne play tennis؟ I know the answer. أنا عارف الإجابة. And you. Do you know the answer؟ I like hot weather. And you. Do you like hot weather؟ I smoke. And you. Your father. Does your father smoke؟ تمام؟ I do exercises every morning and you. Do you do exercises every morning? I speak English and your friend. Does your friend speak English? I want to be famous. I want to be famous and you. Do you want to be famous? الأسئلة دي begin with where, what, how. يعني هنعمل أسئلة باستخدام where، أين، what، ما أو ماذا، how، يعني كيف. I wash my hair twice a week. أنا بغسل شعري مرتين في الأسبوع. بس السؤال بيكون إيه؟ How often do you wash your hair? How often do you wash your hair? كم مرة بتغسل شعرك؟ I live in London. Where؟ طبعا عايز استخدم إيه؟ Where. Where do you live? Where do you live؟ طبعا انا قلنا ده في استفهام وبعد كده do او does وبعد كده الفاعل بعد كده ايه الفعل. I watch TV every day. How often؟ كم مره هنستخدم how often. How often do you watch TV؟ How often do you watch TV؟ I have lunch at home. Where do you have lunch? Where do you have lunch? I get up at 7 at 30 past 7. What time؟ ما الوقت. What time do you get up؟ What time ايه؟ Do you get up؟ طيب. I go to the cinema a lot. How often؟ كم مرة. How often do you go to the cinema؟ سهلة جدا. I go to work by bus. How؟ How do you go to work؟ How do you go to work؟ كيف تذهب للعمل؟ تمام كده. Use the verbs in the list to make question. Use the words in brackets. هنستخدم الكلمات دي عشان نعمل كون سؤال. هسيب لكم الجزء ده اهو. اول واحده محلوله.
طبعا ايه this often play football. طبعا ايه does he often play football؟ yes he is very good player. طبعا الاجابه خلي بالك، بص السؤال قدامه الاجابه، فانا بعمل السؤال على حسب الاجابه. طب نحل تاني واحده. you sir excuse me not English yes sir. do you speak طبعا طبعا ايه do you speak do you speak English؟ اهو طبعا استخدمت do دي. do you speak English yes do you speak اهو كمان speak موجوده اهي do you speak English yes اليك وهكذا كملوا. وهنا بنستخدم ايه الاجابه، انا جاوب على السؤال ب yes او no. يا ريت نحل دول، ولو في اي سؤال وقف قدامكم تحت امركم، ويا ريت اللي يحل برضو لو يقدر يحط لنا الاجابه في التعليقات يبقى كده تمام قوي عشان نشوف لو في ايه اي خطا. وبكده نكون خلصنا المحاضره بتاعتنا النهارده ليكتشر 6 و 7 ان شاء الله اللي جايه انتظرونا. طبعا زي ما احنا عارفين ان الكورس 100 محاضره، وتقدروا تحملوا الكتب دي من الرابط تحت الفيديو او في اول تعليق. واتمنى لكم كل التوفيق ومكملين مع بعض لغايه اخر الكورس. مع السلامه.